مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد اليوم من حصتكم ضحكه ولعبه. اليوم خرجنا ثاني للشارع حين نمدوا اسئله، وطبعا يلقى الجواب معنا راح يربح معنا جهاز طابلت كوندور. خلينا نروحوا للمشارك الاولاني. شوف صاحبي، احنا نعطيك لك زوج اسئله، الا لقيت لي زوج اسئله راح تربح معايا جهاز طابلت، الا ما لقيتش سؤال ثاني راح نزيد لك سؤال ثالث كفرصه بشرط انك تلعب معايا لعبه ان شاء الله. صح، نروحوا للسؤال الاولاني. يقول في اي قاره تقع الجزائر؟ كيف؟ ساسي كراف. في اي قاره تقع الجزائر؟ اليوم ما على بالي يا خمم. نعطيك اقتراحات. ايه، اوروبا وافريقيا واسيا. افريقيا. هذه جاتك واحدة. السؤال الثاني تاعك يقول ما اسم القبيلة التي كانت تعبد صنم واسمه بانو ثورة؟ الهند. والله ما لا انا اقدر اشرب بلا اقتراحات، هما سهلوا لنا شوية، هما سهل لي شوية. يا شوف انا الجواب راني مديته لك انت بلا ما فقت، هي قبيلة بني مخزوم. قلت لك مع الاول قبيلة بني مخزوم، بقت لك صنم واسمه بانو ثورة. والله ما انتبهت. انت ما انتبهت. شوف انا راني نفطن فيك باش جاوب معايا باش تدي طابلات، انت ماكش حاب تربح، خايف ولا كيف؟ انا هاشم جاوب مديك ولد مسطرات بلا ما يا الله ما انتبهت. يا علي شوف نزيد لك سؤال ثالث، صح وشنو خمم فيه؟ يا خلاص شرط انك تلعب معايا لعبه. ايه انت حبيت تروح اللعبه، لو كان خمم فيها دوما شويه كان راك ربحت. معليش اللعبه تاعك تقول روح كاش واحد ما تعرفوش سلم عليه ثمانيه زوج اربعه بلا ما نحل. روح سلم عليه ثمانيه. روح والو ما قال لك والو. قال لي فهم نورمال. السؤال الثالث تاعك، تعرف صوره عباسه؟ صوره عباسه واخا ما نعرفها. هي عباسه وتولى ان جاءه الاعمى. الاعمى هذا شكون هو؟ والله ما نعرفها يا خويا للاسف. معليش خويا. معليش هو عبد الله بن ام مكتوم. بارك الله فيك خويا، شكرا على المشاركه. ربي يعاونك. صح خويا. السؤال الاولاني تاعك يقول ما اسم الاداه التي نعرف بها الاتجاهات؟ بورصه. هو يشارك ولا انت؟ انا نشارك. بورصه. كيف انا كيف كيف؟ راكو كيف كيف؟ صح. من بعد شكون من بعد الا لحقنا اللعبه شكون يدير اللعبه؟ ها انا ندير اللعبه. معليش مالا نكملوا معاك انت. بورصه. اوكي. السؤال الثاني نعم يقول كم عدد البحور في الشعر العربي؟ بحور في الشعر العربي. في الشعر بحر الميت جاي ما بين البحر الابيض المتوسط بحر اصبر. كاين ثلاثة. انا متاكد بالجواب. متاكد 100% كاع. فهمت سؤال ما فهمناش. قلت لك في الشعر العربي. الشعر هذا في الشعر كاين بحور هذا بحر الابيض المتوسط. في الشعر نقولوا كاين 3 ولا 6 ولا 16. 6 6 6 6 6 متاكد 100% 6 و 16. صح. انا اللي سهلت لك وما اعطيكش اختيار في الجواب الثاني. معليش. صح. نروحوا نعطي لكم اللعبه تشاركوا معنا في سؤال ثالث. معليش ان شاء الله. كاين واحد ورده برك، شفنا ورده ديرنا معها سيلفي. ورده. هاي كاينه وحده قريبه هنا. يا اخو ان شاء الله تديها. ان شاء الله يا. نروحوا للسؤال الثالث. تركيبه العين شكون شرحها؟ ابن سينا. لا مش ابن سينا. الاخر. تركيبة العين بنو باديس. لا هو بنو الهيثم. بنو الهيثم ما للأسف. السؤال تاعك الأولاني يقول الطونوبيل شحال فيها مرودة؟ الطونوبيل شحال فيها مرودة؟ فيها أربعة مرودة. تخمم شوية. الطونوبيل شحال فيها مرودة؟ كيف كريفي؟
خمسة عندك تما واحدة فاهم شكرا خمسة. سؤال ثاني إن شاء الله تربط به تليفون صحيح شوية صح. يقول الإنسان شحال فيه من خلية؟ فينا خلايا بزاف شحال؟ أنا حاوس العدد. العدد ما نكذبش عليك يا شريكي ما نعرفوش نعرف بلي عندنا بزاف 32 بليون 32 بليون راك تشوف كيفاش انا قلت لك الملاير باسكو على بالي واش كاين في هذا السؤال فوق الملاير تما على بالي واش كاين في هذا السؤال. نروحوا للسؤال الثالث شرط انك تلعب معايا لعب نلعب واش تحب كاع اللعبه تاعك ما لازمش تقول اه والله ما نقولش اه قلتها ديجا هذه وحده راه ما تقولهاش ما نقولش اه ما كاش مشكل قلتها ما تقولش اه راه صح. واسمك عمار؟ وين تسكن؟ في القصبه. اسمك عمار؟ ايه غالي شك خسرت بصح ما عليش نزيدو لك سؤال ثالث. سؤال ثالث يقول من اول من طاف بالكعبه؟ ملائكه. متاكد من جواب؟ متاكد الله يربح كيما جات هذيك هي. ما عليش جواب صحيح. مبروك عليك جهاز طابلات. نقول لكم سهر نضنكم الجامع الجالية تاعنا اللي في الغربة عيبة كان عيبة ولاد حومة قاني تراهم مسجوني الله يطرق صراحهم والله يجوز رمضانهم كما يقولوا بالصحة والهنا والجامع يا أخو صوموا بالصحة والهنا والله يسلمك ونشكروا قناة النهار راك شايف على هذه كوندور ميرسي خويا ولعب تاريخ تاع هذه مي معليش نخلفها لك ان شاء الله. ميرسي العزيز هكذا مشاهدين احنا لحقنا نهايه الحلقه تاع اليوم نتلاقاو غدوه ان شاء الله. تهلاو في روحكم بالبزاف صحه فطوركم بقاو على خير.